فالحب حبان، الحب حب الله وحب غير الله. حب الله كما ذكر، وحب غير الله هذا أنواع، كالحب الفطري والحب الشهواني والحب المصلحي والحب للإحسان والحب في الله، هذا هو الذي يحاسب عليه الإنسان، الحب في الله هذا الديني، هذا هو الحب الديني. أما باقي الأشياء هذه كلها حب دنيوي، يحب زوجته، يحب أباه، يحب من أحسن إليه، يحب من شاكله في صنعته، يحب اليتيم، هذا كله حب دنيوي بأنواعه. أما الحب الديني فهو الحب في الله والبغض في الله، هذا حب ديني، هذا الذي يحاسب الله عليه، الله يحاسب العبد على هذا الحب الديني الذي يجب أن يصرف صح، أن يصرف في مكانه الصحيح، ويجب أن تكون محبتك للناس بمقدار قربهم من الله، ويكون بغضك لهم بمقدار بعدهم عن الله. وكلما كان الإنسان إلى الله أقرب ازدادت محبته في قلوبنا، وكلما كان عن الله أبعد قلت محبته، وهكذا بغض النظر هل هو قريب هل هو ليس بقريب، هل هو جار أو ليس بجار، هل هو من ضمن الحزب الذي أنتمي إليه، من ضمن الشركة التي أنتمي إليها، من ضمن الدولة التي أنتمي إليها كما هو الحال اليوم، مصري ينتصر للمصريين، كويتي ينتصر للكويتيين ويحبهم لأنهم كويتيون، وهذا يحبهم لأنهم مصريون، وهذاك يحبهم لأنهم من تونس، وذاك يحبهم لأنهم من الجزائر، ورابع من اليمن، وهكذا، هذا كله لا قيمة له. وإنما يجب أن يكون الحب مقيدا بمدى قرب هذا الإنسان من الله أو بعده من الله، هكذا الذي يجب على المسلمين، والله المستعان. نعم.